وسهلا بيكم. بقدم لكم مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. احنا كل سنة من سنة أولى بناخد خانة جديدة. في سنة أولى أخدنا خانة الأحاد وخانة العشرات، في سنة تانية أخدنا خانة المئات، في سنة تالتة وده اللي وقفنا عنده أخدنا خانة الألوف وخانة عشرات الألوف. طيب السنة دي هنكمل باقي الخانات، وأول درس عندنا بيتكلم عن مئات الألوف. مئات الألوف هي الخانة رقم 6، يبقى احنا أول خانة أحاد، عشرات، مئات، ألوف، عشرات الألوف، والخانة رقم 6 هي خانة مئات الألوف. طيب إيه هو أصغر رقم مكون من 6 أرقام؟ هو رقم 100,000. طيب إزاي بكتب رقم 100,000؟ بكتب 100 وقدامها 3 أصفار. طيب إيه هو الرقم السابق لرقم 100,000؟ هو رقم اللي احنا وقفنا عنده السنة اللي فاتت في سنة تالتة، هو رقم 99,999. تمام، ايه الرقم التالي رقم 100,000؟ انا 100,000 هديلها 1، يبقى 100,000 زائد 1 هتديني رقم كام؟ 100,001. تعالوا مع بعض نشوف الكلام اللي انا قلته دلوقتي. يبقى أنا قلت عندي أصغر رقم مكون من 6 أرقام هو رقم 100,000. إزاي أكتب رقم 100,000؟ هكتب رقم 100 قدامها بعيد شوية كده 3 أصفار. تمام، إيه الرقم السابق لرقم 100,000؟ آخر رقم وصلنا عنده السنة اللي فاتت هو رقم 99,999. الرقم التالي لرقم 100,000 هزود على رقم 100,000 1، هيبقى كام؟ 100,000، وهحط الصفرين دول زي ما هما وهستبدل الرقم ده بواحد. يبقى عندي رقم 99,999 أكبر عدد مكون من كام رقم؟ تعالوا نعد كده مع بعض، 1 2 3 4 5، من 5 أرقام. رقم 100,000 هو أصغر رقم مكون من كام عدد؟ 1 2 3 4 5 6، من 6 أرقام. تمام، يبقى عندي رقم 99,999 هو أكبر عدد مكون من 5 أرقام. رقم 100,000 هو أصغر عدد مكون من 6 أرقام. طيب أنا دلوقتي عايز، أنا جبت أصغر رقم مكون من 6 أرقام، طيب عايز أكبر رقم مكون من 6 أرقام. هحط 3 أصفار، 1 2 3، و3 أصفار كمان، يبقى 6 أصفار. الأماكن دي هملاها برقم 9، 9 9 9. كده أنا كونت أكبر رقم مكون من 6 أرقام. تعالوا نقرأ مع بعض الرقم ده. بعد 3 خانات هحط فاصلة. تعالوا نقرأ مع بعض، 999,999، ده أكبر رقم مكون من 6 أرقام. طب لو عايز أجيب أكبر رقم مكون من 6 أرقام بس الأرقام دي تكون مختلفة، أكبر رقم مكون من 6 أرقام مختلفة المرة دي، ونركز مع بعض. لما يكون عايز 6 أرقام وما قالش إن هي مختلفة بملى الست أماكن برقم 9. طيب لو قال لي مختلفة الست خانات بملاه برقم كام؟ أول حاجة آدي الست خانات، ببدأ الأول من رقم 9 وانزل تحت 9 8، تحت 8 7، تحت 7 6، تحت 6 5،
تحت الخمسة 4. يبقى عايز أقرأ الرقم ده بعد 3 خانات بحط فاصلة. بقرأ من هنا 978,654. تعالوا نشوف مع بعض الخانات. عندي الرقم ده، تعالوا نفتكر مع بعض الخانات. أول خانة اسمها خانة أحاد، خانة اللي بعدها خانة العشرات، الخانة اللي بعدها خانة المئات. أول خانة أحاد، عشرات، مئات، وبعمل فصل. أول ثلاث أرقام دول ملهمش مجموعة، هي مختلفين أحاد، عشرات، مئات. طيب الثلاث خانات اللي بعدهم اسمهم مجموعة الألوف. مجموعة الألوف بتتكون من ايه مجموعة الألوف؟ أول حاجة عندي آلاف، الخانة اللي بعدها خانة عشرات، عشرات الآلاف، الخانة اللي بعدها اسمها ودي الجديدة السنة دي مئات الألف. طيب لو عايز أقرأ الرقم ده بقرأه إزاي؟ قلنا بعد 3 خانات بعمل فصلة وهبدأ أقرأ من هنا. تعالوا نقرأ مع بعض. 743,216. تعالوا نكتب رقم تاني عشان نقرأه. 624,567. رقم كمان. بعد أول 3 خانات بحط العلامة بتاعتي وأقرأ 721,352. تعالوا نكمل مع بعض الدرس. أكبر عدد مكون من 5 أرقام هو رقم 999,999. هنقرأه إزاي؟ نكتبه كتابة 99,999. عشان نعرف العدد التالي لأي رقم بضيف عليه رقم واحد، يعني بعمله زائد واحد. 99,999 زائد واحد هتديني رقم كام؟ 100,000، اللي هو الرقم اللي احنا قلنا عليه المتكون من أصغر عدد مكون من 6 أرقام. هنقرأه ازاي؟ 100,000. و100,000 زي ما قلنا هو أصغر عدد مكون من 6 أرقام. القيمة المكانية والقيمة العددية. يعني ايه القيمة المكانية؟ باين من اسمها قيمة مكانية، يعني مكان الرقم. هل الرقم ده موجود في مكان الأحاد، مكان العشرات، مكان المئات، مكان عشرات المئات، عشرات الألوف، أو مئات الألوف. عندي الرقم ده رقم، تعالوا نقرأ مع بعض. قلنا بعد أول 3 خانات بحط فصلة أو علامة. تعالوا نقرأ مع بعض. المجموعة دي قلنا مجموعة الألاف 358,927. عايزين نعرف كل رقم من ده القيمة المكانية ليه والقيمة العددية. تعالوا نبدأ كده من الأول. رقم 3، إيه القيمة المكانية لرقم 3؟ رقم 3 موجود في خانة إيه؟ في خانة مئات الألوف. تمام. رقم 5 موجود في مكان أو خانة عشرات الألوف. الرقم اللي بعده موجود في مكان إيه أو خانة إيه؟ في خانة الألوف. رقم 9 موجود في خانة المئات. رقم 2 موجود في خانة العشرات. رقم 7 موجود في خانة الأحاد. يبقى احنا جبنا القيمة المكانية لكل رقم عندي.
تمام، انا دلوقتي عايز قيمة الرقم. يعني ايه قيمة الرقم؟ قيمة الرقم يعني الرقم وقدامه كام صفر. لو احاد، الاحاد ما قدامهاش اي حاجة، مش قدامها اي اصفار. العشرات بيبقى قدامها صفر واحد. المئات قدامها صفرين. الالوف قدامها كام صفر او كام خانة؟ بيبقى قدامها ثلاث خانات، يبقى قدامها ثلاث اصفار. الالوف، عشرات الالوف قدامها كام صفر؟ تعالوا نعدي كده، نعدي الارقام اللي قبلها. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. اربع ارقام يبقى قبلها اربع اصفار. خانة مئات الالوف قدامها كام رقم؟ عد معايا كده، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. قدامها خمس ارقام، يعني هنحط قدامها خمس اصفار. تعالوا نشوف مع بعض. رقم 3 حطيت قدامها كام صفر على حسب عدد الخانات اللي قدامها. عدد الخانات اللي قدامها خمس خانات، فحطيت قدامها خمس أصفار. الخمسة في عشرات الألوف، عشان كده الخمسة قدامها أربع أصفار. التمانية في خانة الألوف، فحط قدامها كام صفر؟ ثلاث أصفار. التسعة في خانة إيه؟ المئات، يبقى هحط قدامها كام صفر؟ صفرين. الاتنين في خانة العشرات، احط قدامها كام صفر؟ صفر واحد. الاحاد هي اول رقم، اول خانة، يبقى ما عندهاش اي اصفر. السبعة هتفضل سبعة زي ما هي. ازاي اكتب اي رقم مكون من ست ارقام؟ عندي كذا طريقة عشان اكتب الرقم ده. اول حاجة عندي الصور الرمزية بالارقام. ازاي هكتب الرقم ده بالصورة الرمزية؟ رقم اتنين الصورة الممتدة. ازاي هكتب الرقم ده بالصورة الممتدة؟ اول حاجة بطلع كل رقم بقيمته العددية. الاتنين طلعتها برة اتنين لان هي في الاحاد. الخمسة طلعتها برة خمسين عشان هي موجودة فين؟ موجودة في خانة العشرات. التلاتة طلعتها بتلتمائة لانها في خانة المئات. الستة طلعتها، هنزود صفر هنا، تلات أصفار لأنها موجودة في خانة الألوف. السبعة موجودة في خانة عشرات الألوف، قدامها كم صفر؟ قدامها أربع أصفار. الاتنين موجودة في خانة مئات الألوف، يبقى أحط قدامها كم صفر؟ خمس أصفار. تالت طريقة أن أنا أكتب بيها أي عدد هي الصورة اللفظية. يعني إيه الصورة اللفظية؟ يعني هكتبه باللغة العربية. عشان اكتب اي رقم باللغة العربية ببدأ من الشمال لليمين. تعالوا نشوف كده مع بعض الرقم اللي عندي. تعالوا نقرأ مع بعض اللي انا هقوله هكتبه. احنا دايما بنقرأ اي رقم من ايه؟ من ايدينا الشمال. اللي انا هقوله هكتبه. تعالوا مع بعض نقول الرقم كده ببقنا وبعد كده نكتبه باللغة العربية. قلنا اول تلات خانات وبحط علامة. دي خانة مجموعة الألوف. هقرأها ازاي؟ 276,352. اللي أنا قلته دلوقتي هو ده اللي أنا هكتبه. 276,352. تعالوا نتدرب مع بعض ازاي أكتب أي رقم بالصورة الممتدة، وازاي اكتب اي رقم بالصورة اللفظية. يعني ايه باللفظية؟ يعني باللغة العربية. عندي رقم 932,176. عايز اكتب الرقم ده بالصورة الممتدة. قلنا يعني ايه الصورة الممتدة؟ يعني بطلع كل رقم بالقيمة العددية للرقم ده. اول حاجة عندي رقم 6. 6 في الاحاد، قيمة الستة في الاحاد هتفضل زي ما هي 6 لان مش هيبقى قدامها اي اصفار. زائد السبعة في العشرات. السبعة في العشرات القيمة العددية للسبعة في العشرات هي رقم 70، هحط قدامها صفر واحد لأن هي في خانة العشرات، قدامها رقم واحد. بعد كده الواحد. الواحد في مكان ايه؟ أو في خانة ايه؟ المئات. عشان كده قيمته هتبقى
100. نيجي لخانة الألوف، الاتنين في خانة عشرات، في خانة الألوف، عشان كده قيمتها هتكون، هكتب رقم 2 وهيبقى قدامها كام صفر؟ 3 أصفار، 1 2 3. بعد كده عندي رقم 3، 3 في خانة ايه؟ مئات، في خانة عشرات الألوف، هكتب رقم 3 قدامها كام خانة؟ 1 2 3 4، 4 خانات، يعني هبدلهم ب4 أصفار، 1 2 3 4. بعد كده آخر رقم عندي اللي هو في خانة مئات الألوف، رقم 9، حط قدامه كام صفر؟ أنا عندي كام خانة؟ 1 2 3 4 5، 5 خانات، هبدلهم ب5 أصفار، يعني هكتب رقم 9 قدامها 5 أصفار، 1 2 3 4 5. يبقى أنا كده كتبت الرقم ده عندي بالصورة الممتدة. يعني إيه الصورة الممتدة؟ يعني طلعت كل رقم بقيمته العددية. السؤال التاني، هكتب الرقم، نفس الرقم اللي عندي، بالصيغة اللفظية. قولي يعني إيه الصيغة اللفظية؟ يعني باللغة العربية، اللي أنا هقراه هو ده اللي أنا هكتبه. تعالوا نقرأ مع بعض الأول الرقم، قلنا عشان يسهل علينا ونقراه بطريقة صح. هنعد أول 3 خانات ونحط فاصلة. هنبدأ نقرأ من إيدينا الشمال. 932 إيه؟ عشان هي في إيه مجموعة الألوف؟ 932 ألفاً 176. تعالوا نكتبها مع بعض. 932، وما ننساش وثلاثون ايه؟ نحط اسم المجموعة، اسم المجموعة ايه؟ الألوف. يبقى 932 ألفا. هكتب المجموعة التانية، المجموعة التانية ليها اسم؟ لا، تتقري كلها على بعض. تعالوا نقرأ كده الرقم ده كله على بعض. 176، نكتبه و 176. عندي رقم زي عايز اكتب الرقم ده اول حاجة بالصورة الممتدة. يعني ايه الصورة الممتدة؟ يعني بطلع كل رقم بالقيمة العددية ليه. اول حاجة عندي هطلعها رقم 2، 2 في خانة الاحاد، الاتنين بياخد اصفار؟ لا، يبقى الاتنين زي ما هو. بعد كده عندي 6، 6 في خانة العشرات، خانة العشرات قدامها كام خانة؟ خانة واحدة، يبقى 6 في خانة العشرات القيمة العددية لها 60. بعد كده عندي رقم 4، 4 في خانة المئات، يبقى 4 في خانة المئات القيمة العددية ليها 400، بحط قدامها 0. بعد كده عندي رقم 5، 5 في خانة الألوف، خانة الألوف قدامها كام صفر؟ 3 أصفار، 5، هكتب رقم 5 وأحط قدامه 3 أصفار، 1 2 3. بعد كده عندي رقم 2، رقم 2 في خانة عشرات الألوف، يبقى هكتب رقم 2 زي ما هو وأحط قدامه كام صفر؟ هعد قدامه كام خانة؟ 1 2 3 4، 4 خانات، يبقى هكتب 4 أصفار، 1 2 3 4. آخر رقم عندي رقم 3 في خانة مئات الألوف، يبقى هكتب رقم 3 قدامه كام صفر؟ في مئات الألوف قدامه كام صفر؟ قدامه 5 أصفار، 1 2 3 4 5. تمام. أنا دلوقتي عايز، كتبت الرقم ده أول مرة بالصورة الممتدة، عايز أكتبه بالصورة اللفظية. يعني إيه بالصورة اللفظية؟ يعني بالحروف زي ما هقرا هو ده اللي انا هكتبه. عشان نسهل على بعض القرايه، اول 3 خانات بعديهم وبعمل فاصله او علامه، وببدا اقرا من مجموعه الالوف. 325 ألفا، 462. اللي انا قريته دلوقتي هو نفس اللي انا هكتبه. انا قلت ايه؟ 300 5
وعشرون، وما ننساش نكتب اسم المجموعة، وعشرون ايه؟ ألفا. يبقى أنا كتبت دلوقتي أول مجموعة. المجموعة الثانية هقراها، 462، يبقى و 462. يبقى الرقم اللي كان عندي كتبته مره بالصوره الممتده. قلنا يعني ايه الصوره الممتده؟ يعني بطلع كل رقم بقيمته العدديه. تاني حاجه كتبته بالصيغه اللفظيه. يعني ايه الصيغه اللفظيه؟ يعني بالحروف. ناخد مثال تاني، اول حاجه الرقم ده عندي هكتبه بالصيغه الممتده. تعالوا مع بعض. اول رقم عندي رقم 2 في الاحاد، يطلع زي ما هو. رقم 6 في العشرات قيمته 60، يعني بحطه قدامه 0 1. الصفر في اي مكان قيمته 0، يبقى الصفر هينزل زي ما هو. تاني، الصفر قيمته في اي مكان سواء في الاحاد في العشرات في اي خانه هو قيمته بصفر. بعد كده خلصت الصفر، بعد كده عندي الستة. الستة في خانة ايه؟ في خانة الألوف. يبقى الستة في خانة الألوف تاخد كام صفر؟ 3 أصفار. ستة قدامها 3 أصفار. بعد كده عندي الأربعة. الأربعة في خانة ايه؟ عشرات الألوف. أربعة في خانة عشرات الألوف تاخد كام صفر؟ تعالوا نعد قدامها كام خانة؟ 1 2 3 4. 4 خانات، يبقى تاخد 4 أصفار. ادي الأربعة قدامها 4 أصفار. 1 2 3 4. بعد كده عندي رقم 2. رقم 2 في خانة مئات الألوف، يبقى تاخد كام صفر؟ 1 2 3 4 5. خانة مئات الألوف تاخد 5 أصفار. ادي رقم 2 قدامه 5 أصفار. 1 2 3 4 5. يلا بقى نكتب الرقم ده بالحروف. اللي أنا هقراه هو ده نفس اللي أنا هكتبه. قلنا عشان نسهل على نفسنا، أول 3 خانات وحط فاصلة وأبدأ أقرأ من الشمال. دي مجموعة إيه؟ مجموعة الألوف. تعالوا نقراها مع بعض. 246,000. لازم بعد ما أقراها أقول اسم المجموعة بتاعتها. تاني، 246,000. وأقرأ الرقم ده. الرقم ده هقرأه إزاي؟ أنا ما عنديش مئات، يبقى هقرأ الرقم ده. الرقم ده بيتقرأ إزاي؟ 62. يبقى اللي أنا قلته دلوقتي هو نفس اللي أنا هكتبه. تعالوا نكتبه مع بعض. هبدأ بالمجموعة دي، 246. ما ننساش اسم المجموعة، هي في مجموعة الآلاف، يبقى أكتب 246,000. و يلا نقرا الرقم ده مع بعض، 62. و 62. يبقى انا الرقم ده كتبته بالصيغه الممتده اللي هي قيمه كل رقم، وكتبته بالحروف. تعالوا مع بعض نراجع اللي احنا قلناه الحلقه دي. يبقى احنا درسنا كان بيتكلم عن مئات الألوف. قلنا أصغر رقم بيتكون من 6 أرقام هو رقم 100,000، بحط رقم 100 قدامه 3 أصفار. أكبر عدد عندي مكون من 6 أرقام هو رقم 999,999. طيب لو قال لي عايز أكبر عدد مكون من 6 أرقام بس مختلفة، يبقى بكتب رقم 9 وبنزل بالأرقام، هيبقى 987,654. وخدنا الرقم السابق لرقم 100,000 اللي هو أكبر عدد متكون من 5 أرقام اللي هو رقم 99,999،
وخدنا الرقم التالي لرقم 100,000 اللي هو رقم كام؟ بزود على 100,000 واحد هيبقى 100,000 وواحد. وخدنا ازاي افرق بين القيمة المكانية والقيمة العددية. قلنا القيمة المكانية يعني مكان الرقم، مكانه يعني ايه؟ يعني الخانة بتاعته، هو في خانة عشرات، احاد، الوف، مئات، عشرات الالوف، مئات الالوف. وخدنا القيمة العددية يعني قيمة الرقم، يعني الرقم ده قدامه كام صفر. أعد الخانات اللي قدامه وعلى أساس كده بحط الرقم وقدامه الأصفار. وإزاي نكتب الرقم بتاعنا بالصيغة الممتدة؟ يعني إيه الصيغة الممتدة؟ إن أنا بطلع كل رقم بالقيمة العددية لي، وإن أنا أكتبه بالحروف. وتعلمنا إزاي أقرأ الرقم، وزي ما بقرأه بكتبه. أول ثلاث خانات وحط فاصلة، بقرأ مجموعة الألوف الأول وبعد كده المجموعة الثانية وبكتبها. وكده نكون خلصنا الجزء ده، بتمنى لكم التوفيق.